بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء هيئة الشرطة، السيدات والسادة، نحيي اليوم ذكرى عيد من أعيادنا الوطنية المجيدة، يوم يعكس معاني التضحية والفداء ويؤكد على الروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء مصر الأوفياء من رجال الشرطة، حماة الوطن الساهرين على أمنه واستقراره، آملين في أداء واجبهم على الوجه الأكمل، وراجين رضا الله سبحانه وتعالى. إن مصر تقدر لرجال الشرطة دورهم في إرساء قواعد الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في المجتمع المصري بما يحافظ عليه آمناً مطمئناً وقادراً على مواجهة أي محاولات دخيلة للإخلال بقيمه ونظامه. ولقد تضاعفت مسؤوليات جهاز الشرطة المصري في الآونة الأخيرة، إذ يشارك رجاله الأوفياء في معركة مصر ضد قوى الشر والإرهاب والتطرف، جنباً إلى جنب مع إخوانهم البواسل من رجال القوات المسلحة، يتعاونون معاً لحماية حدود مصر على الاتجاهات المختلفة، يقدمون أرواحهم فداءً ليبقى الوطن صامداً شامخاً وليحيا شعب مصر عزيزاً أبياً متمتعاً بالأمن والاستقرار. شعب مصر العظيم، تحيةً واجبة نقدمها اليوم لشهداء الشرطة المصرية، تحيةٌ واجبة نقدمها اليوم لشهداء الشرطة المصرية الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل مصر وشعبها، تسابقوا على أداء واجبهم الوطني في المناطق المستهدفة من الجماعات الإرهابية، وهم يعلمون تماماً أن احتمالات استشهادهم تفوق فرص نجاتهم وعودتهم لأهليهم وزويهم. نقول لزويهم ومحبيهم إننا لن ننساهم أبدا. ولن نتخلى عنكم أبدا. ولن نترك أبدا ثأرهم أبدا.